مرحبا بكم مشاهدي قناة الشروق في كل مكان عبر لقاء خاص لزعيم ثقافي سياسي وسياسي ثقافي عرف بالوسطية ليس فقط عبر رؤاه السياسية وإنما عبر الأبعاد الثقافية والفكرية. ظل حاضرا ومؤثرا في المشهد السياسي رغم الانشقاقات الكبيرة التي تعرض لها حزب الأمة على مدى بعيد. نرحب بالسيد الإمام الزعيم الصادق المهدي عبر قناة الشروق الفضائية. أهلا وسهلا. نرحب بك ولا لا نود الرجوع إلى الوراء. تحدثتم كثيرا قبل 11 أبريل، كيف تصور المشهد السياسي الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النظام المخلوع نظام فقد ثقة الشعب، بعض الناس عارضوه بحمل السلاح ضده وآخرون عارضوه بما نسميه الجهاد المدني، واستمر هذا إلى أن وصل الأمر نهايته. ما في شك النهاية كانت مفاجئة، لأن النظام كان بصدد أن يبطش بالمعتصمين أمام القيادة العامة، ولكن اللجنة الأمنية المعدة لهذا النوع من البطش رفضت الأمر وقررت إبعاد الطاغية. هذا الأمر من حيث هو كان مفاجئا، وإن كان المعارضة للنظام وتجديد النظام من الشرعية والحالة الثورية لم تكن مفاجئة، كانت متراكمة. على كل حال دخلنا في تغيير ذو ثلاث مراحل. المرحلة الأولى المجلس العسكري الذي تولى إبعاد الطاغية ودخل في حوار مع قوى الثورة للوصول إلى المرحلة الانتقالية، وتم الاتفاق على ذلك. كانت تلك المرحلة الثانية للثورة وهي الحكومة الانتقالية، والآن نحن بصدد المرحلة الثالثة وهي الانتخابات العامة، حيث يكون الاحتكام للشعب. المرحلة الحالية هي مرحلة شراكة مدنية عسكرية يحكمها وثيقة دستورية، وفي رأيي أنه للأسف توجد عناصر لا تفهم توازن القوى ولا حقيقة هذا الموقف، ولذلك ترفع شعارات متطرفة. الحرية تتطلب المسؤولية، كل محاولة للتعامل مع الحرية بدون مسؤولية يؤدي إلى نتائج عكسية، وده الوقت حصل لأنه بعضنا الحرية والتغيير صاروا يرفعون شعارات متطرفة ستؤدي إلى ردود فعل مضادة. أنا في رأيي المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية مدنية عسكرية، وعندها ضوابط تنطلق من وثيقة دستورية، وفي رأي الجميع يجب أن يراعوا توازن القوى هذا لكي ننجح للانتقال للمرحلة الثالثة، وإلا ستتعرض هذه المرحلة الثانية إلى اضطرابات شديدة. سيد الإمام، طالما ذكرت الانتخابات، حزب الأمة يرتب للانتخابات؟ حزب الأمة الآن يعد نفسه. حضرتك تحدثت عن انشقاقات، ما حصل انشقاقات في حزب الأمة. الحصل أنه بعض الصفقات اليابسة تحتت بفعل النظام، يعني النظام السابق كان عنده تخطيط أمني سياسي لكي يخترق الأحزاب. بعض الأحزاب اخترق فعلا وضمها إليه، وبعضها مثل حزب الأمة صمد. لكن صحيح هو نجح في ضم المؤلف جيوبهم إليه، وهؤلاء ليست لديهم شعبية أبدا. وعلى أي حال بعد أن سقط النظام أغلبيتهم جاءوا وقالوا نحن متأسفون نعود إلى دارنا كما خرجنا. قلنا لهم
مرحب بكم، بس في ثلاثة أشياء يجب أن تعترفوا بها. أولا أننا لم نبعدكم أو نهمشكم أثناء وجودكم في الحزب، كانت القرارات كلها بمشاركتكم. ثانيا لم نسئ أحدا منكم شخصيا أبدا، وأنكم عندما ذهبتم إلى النظام لم تحققوا لأهلكم شيئا، لازم الاعتراف بهذا، وفعلا كثير منهم فعلوا ذلك. على كل حال أنا أعتقد أن الحزب الآن يعيد نفسه لأمرين: دعم الحكومة الانتقالية رغم ما عندنا من تحفظات في تكوينها، لأننا كنا نرى ألا تكون هناك محاصصة، لأنه المطلوب في الفترة الانتقالية هذه ناس خبراء مش منتمين حزبيا، حتى ينصرف الحزبيون لتنظيم أحزابهم للانتخابات. على كل حال ما حدث رغم تحفظاتنا، نحن ندعم التركيبة الانتقالية هذه بكل توازناتها، ونسعى لدعمها سياسيا فكريا دبلوماسيا وفي الشارع، ولكننا في نفس الوقت نعتقد أن الخطر عليها كبير، ولكن الخطر عليها بدل ما يؤدي إلى نكسة للديكتاتورية يجب أن يؤدي إلى قفزة للأمام للانتخابات احتكاما للشعب. لهذين الأمرين، أي حماية النظام الانتقالي والاستعداد للانتخابات، الآن حزب الأمة قام بأعمال استثنائية سميناها النفرة الاستثنائية للاستعداد لهذين الأمرين: الدفاع عن المرحلة الانتقالية والاستعداد إلى ما بعدها وهو الانتخابات إذا لزم أن تجرى قبل مواعيدها. هذه الصفقات التي حدثت هل رجعت إلى بيت الحزب؟ أيوة، الأغلبية هذه الصفقات اليابسة عادت إلى حزبها الأغلبية، ولكن بعضها لكن بعضها لم يزل في رأيي يعني ممتنعا، ولكن بدون أي جدوى سياسية. على كل حال نحن الآن نقول حزبنا مفتوح لهؤلاء أن يعودوا، البقية يعني اللي فضلت اللي هي مش أكثر من 5% ممن ذهبوا. خاصة بالذكر السيد مبارك الفاضل. السيد مبارك الفاضل معه جماعة وهو أراد أن يعود، ولكن نحن قلنا لمن يريد أن يعود هنالك ضوابط حزبية، ضوابط فكرية، أن يعترف الشخص بأنه أخطأ، وأن يعترف بأنه عندما قام بهذا العمل لم يكن لأي ظروف طاردة من الحزب، أي لم يكن هناك غياب للمشاركة أنهم كانوا مشاركين، ولم يكن هناك غياب للاحترام كانوا محترمين، ولذلك هم تجنوا علينا. وطبعا في هذه الحالة ضروري جدا أن يقوموا بإجراء ما، ثم الأمر ما متروك لشخص، ثم بعضهم يفتكر أنا أقرر في هذا، لا أقرر أنا في هذا. عندما يقوموا بهذا أجهزة الحزب التي أساءوا إليها وهاجموها واشتركوا مع النظام ضدها، هذه الأجهزة هي التي سوف تحكم على مصيرهم. هذا هو الموقف. سيد الإمام، ذكرت كثيرا أنك لن تترشح، من ترشح؟ ومن هو خليفة السيد الإمام؟ لو رشحت ده توريث. بالمناسبة أنا نفسي ما جيت رئاسة حزب الأمة توريثا، لما سقط النظام في عام 1964 مجلس الإمام الذي كنا ندير به العمل السياسي في أثناء حل حزب الأمة قرر قرارات
تقديم مرشحين معينين لرئاسة الحزب وللأمانة العامة، ودعينا الجمعية العمومية للحزب لإعادة تكوين الحزب. بيت المهدي ومجلس الإمام رشح شخصا آخر، ولكن القاعدة هي التي رفضت هذا وقالت نحن نختار رئيسا للحزب الشخص الذي قام بالدور الأكبر في مصارعة نظام الفريق إبراهيم عبود. أنا جيت صدى لقرار شعبي مش عائلي ولا وراثة. الآن الموقف كما كان، أنا لا أعين أصلا شخص ليكون في مكان ما، كل الذين يحتلون المواقع الآن أشخاص منتخبون، وتعاملي مع أبنائي وبناتي كان دائما على أساس أن يجتهدوا هم إذا كان عندهم الكفاءة وعندهم التأييد، وليس مني، من القاعدة الشعبية. لأن أبنائي وبناتي لو كنت أنا تعاملت معهم بالطريقة التقليدية لدمرتهم ولا أفقدتهم الشخصية ولا صاروا كنبات الظل. أما الآن هم كلهم الذين معنا في العمل العام والذين مع نظام عمل آخر خارج العمل العام، في رأيي يتمتعون بكفاءة ذاتية لهم مش لأبيهم ولا لأسرتهم. ومن هذا المنطلق أنا لن أختار أصلا شخص، رجل أو امرأة، لما يسمى خلافة ولا وراثة. أنا همي أن أكون عندي مؤسسة قوية، حزب الأمة، ومؤسسة قوية هيئة شؤون الأنصار، وهذه المؤسسات هي من تختار، هي التي تختار من يقودها باختيار انتخابي وليس بتعيين من شخص من الأشخاص. حزب الأمة مع من يتحالف في الانتخابات القادمة؟ أنا عملت نظرية هي كالآتي: هنالك أحزاب كثيرة جدا في الساحة، أحزاب أسميها يمين، تغلب التأصيل على التحديث، وأحزاب أسميها يسارية تغلب التحديث على التأصيل، وقوى سياسية أعتبر أنها تجمع بين الاثنين، التأصيل والتحديث، حتى أنا أسمي هذا بشعار التقدمية المؤصلة. سنسعى لضم صف واسع عريض من كل الذين يقبلون التقدمية المؤصلة هذه، وكذلك نسعى للانفتاح نحو الذين حملوا السلاح. الذين حملوا السلاح عندهم خيارين: واحد، أن يكونوا أحزاب مستقلة، ولكن في رأيي هذه الأحزاب ستكون ذات سند شعبي ضئيل. أما إذا أرادوا لأهدافهم، ونحن نوافق على هذه الأهداف، إزالة كل الأسباب التي أدت للحرب، ففي رأيي سيجدون مكانة في حزب الأمة أو في أي جبهة يختارونها، لكن نحن في حزب الأمة سنسعى لنقول لهم الطريق إلى تحقيق أهداف أهلكم ديمقراطيا هي التحالف مع قوة ذات وزن تاريخي وقومي تتجاوب مع تحقيق هذه الأهداف. هذه هي المجالات التي سنسعى لضمها إن شاء الله في جبهة عريضة، مش ضروري تتحالف للانتخابات، ولكن ممكن تخوض الانتخابات متنافسة ثم تتحالف بعد الانتخابات لبناء الوطن. سيد الإمام، تحدثت الآن عن دعم كبير للحكومة الانتقالية، وفي ذات الوقت تدعو لانتخابات مبكرة. لا، مش كده، أنا بقول الانتخابات المبكرة في وجه الذين يتآمرون ضد الحكومة الانتقالية، لأنه في ناس كثيرين ما قدروا الحرية ويطلقون شعارات غير مسؤولة. هؤلاء ممكن أن يؤدوا إلى اضطرابات.
وللأسف في كثير من يفكر أن هذه الفوضى علاجها انقلابي. في ناس بيفكروا بالمنطق ده، وبعضهم حتى يطلق شعارات فيها تفاعلات يمكن هذه التفاعلات أن تؤدي لاضطرابات. أنا بقول نحن مع الحكومة الانتقالية، ولكن إذا جاءت مشاعر أن هذه الحالة سوف تؤدي إلى اضطرابات وتطلعات لانقلابات، الحل ليس في الدكتاتورية، الحل في الانتخابات العامة الحرة. ولكن طبعا هذه الانتخابات يجب أن يسبقها التخلص من شناكل التمكين، لأنه في شناكل عمل التمكين. الشناكل دي لابد من التخلص منها قبل إجراء أي انتخابات. ولكن نحن لا نقول بالانتخابات إلا كعلاج لحالة فيها دخل الوضع الانتقالي إلى طريق مسدود بسبب المؤامرات والتطرفات التي يعلنها المتطرفون. والمتطرفون سياسيا حتى من زملائنا إذ هم يتطرفون يخلقون ذخيرة للثورة المضادة، وده بيؤدي إلى الفوضى. عشان كده نحن نخشى من هذا، ونقول العلاج ليس في التطلع لديكتاتورية تانية، وإنما لانتخابات احتكاما للشعب. سيد صادق، مدى على الحكومة الانتقالية التي أنت الآن داعم لها أكثر من 6 أشهر، الشارع يضيق بمعاشه. ما في شك، وما في شك حتى الآن الشارع مثل ما كان يعني متبرما على نظام البشير، إذا لم يتوافر له الخبز والوقود والأمن سيتبرم أيضا. وما في شك الحكومة الانتقالية تعلم أن التحدي أمامه يقوم على أساس واضح: السلام، حتى نتمكن من توجيه الإمكانات الموجودة حاليا للأمن والدفاع لخدمات الناس. ثانيا الإصلاح الاقتصادي الذي يعود بالفائدة للشعب، ليدرك أن الثورة التي قام بها أتت بفوائد. في رأيي ما لم يحدث هذا للأسف حيكون في فقد الثقة في الحكومة الانتقالية، وده سيكون هناك في رأيي حرص من الشعب كله أن تنجز الحكومة هذه التطلعات، وإلا ستحاسب على هذا الموقف. سيد الإمام، مفاوضات جوبا انطلقت الشهر الماضي وتنطلق الجولة الثانية 21 نوفمبر الجاري. أنا رأيي العملية بتاعت السلام كلها كانت محتاجة لضبط أكثر. كان نبدأ بأن نكون المفوضية ونضع برامج لهذه المفوضية، مفوضية السلام، مفوضية السلام، ونتفق على وثيقة. نحن الآن نتحدث عن هذه الوثيقة، وأنا تحدثت عن أن هذه الوثيقة تشمل 23 بند ذكرتها في خطاب سابق. في رأيي كان ينبغي أن تكون هناك مفوضية، ويكون هناك ورقة سلام، مذكرة سلام، مذكرة أساس للسلام، تنطلق من الأسباب التي أدت للحرب، حتى لا ندخل في مزايدات، وحتى لا نجعل موضوع السلام أيضا عرضة لتبني دول أخرى. على كل حال أنا بعتقد ما حدث في جوبا خطوة، لكنها خطوة لم تتبع برنامجا نظاميا، وده سيضر بالعملية. كان ينبغي أن نقيم مفوضية، والمفوضية يبقى عندها مرجعية، وبناء على هذه المرجعية يكون التفاوض من أجل السلام. سيد الإمام، الأنظار تتجه لأهم عقبة تواجه هذه المفاوضات، ما يسمى بعلمانية الدولة، تحديدا جناح القائد عبد العزيز الحلو.
كل الشعارات المتطرفة من شأنها أن تؤدي إلى ضرر عملية السلام، لأنه بقدر ما هم يقولون هذا الكلام يثيرون مواقف مضادة، وده بيعني عدم وجود أساس للسلام. السلام بيعني الاتفاق. نحن كقوى سياسية قلنا هناك قضايا ليس من شأن الحكومة الانتقالية حسمها، تحسم عن طريق المؤتمر القومي الدستوري. المؤتمر القومي الدستوري هو الذي يجب أن يقرر بشأن العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة، مش قبل ذلك. قبل ذلك نعمل إجراءات مرحلية إلى أن يعقد المؤتمر القومي الدستوري. أنا في الموضوع ده كتبت كتابات كثيرة جدا على كيف نوفق بين الدين والدولة، بحيث أنه نتمكن من جعل الدولة دولة تضمن المساواة في المواطنة دون أن يمنع هذا تطلعات الإسلاميين لتحقيق أهداف إسلامية. وده أنا عملت فيه دراسات كثيرة جدا. على كل حال أنا رأيي ده ما وقتها، الوقت المناسب لكل هذه الأشياء هو المؤتمر القومي الدستوري. ومن يطلق شعارات من هذا النوع في رأيي إنما يعوق، لأنه ما في حد الآن يستطيع أن يحسم هذا الموضوع في هذه الفترة الانتقالية. وهذه الفترة الانتقالية أي واحد يتكلم عن أشواق دينية بيثير تطلعات علمانية والعكس. عشان كده دم وقتها، وأي إنسان يطرق هذا الموضوع في رأيي إنما يريد عرقلة السلام، لأن المرحلة المطلوب فيها حسم هذا الموضوع هو المؤتمر القومي الدستوري. هل من رسالة للقائد عبد العزيز الحلو ويرى البعض إنه أكثر الأطراف تعنتا؟ أنا عندي له رسالة واضحة، أنا عندي كلام معه كثير وتلاقينا كثير. هو يدرك أنه الشعارات التي كانت تطلقها الحركة الشعبية بقيادة المرحوم جون جارنج ما عندها مكان هنا، لأنه تركيبة الجنوب مختلفة من تركيبة جنوب كردفان. في جنوب كردفان الآن إذا حصل استفتاء ستكون الأغلبية ضد هذه المفاهيم التي يقولها. لو حصل استفتاء الآن وهو ذاته معترف بهذا، معترف بأن الأغلبية في التركيبة هناك سترفض هذا الكلام، ولذلك ما في معنى لطرح شعارات كانت مفهومة في زمن المرحوم جون جارنج. وحتى في زمن المرحوم جون جارنج كان فاهم أن الكلام عن علمانية وعن هذه الأشياء ما يمكن أن يعمم، ولذلك أبرم مع الحكومة السودانية اتفاقية السلام. على كل حال أنا في رأيي من عنده أفكار من هذا النوع يمكن أن يحتفظ بها ويدافع عنها، ولكن أنا نصيحتي له أن دم وقتها، وأن هذا الموضوع بالذات في منطقة جنوب كردفان اليوم لو استفتي أهلنا في جنوب كردفان مش حيكون مطلبهم هو هذا. ولذلك أنا في رأيي يعني الموضوع ده سياسيا خاطئ، بالنسبة للسلام خاطئ. وأنا مناشدتي له أنه الآن في استعداد، في استعداد لدى القوى السياسية كلها أن تزيل كل أسباب الغبن، الحركة في الشعبية ما تحركت أصلا في البداية لأنه ما في علمانية، هي تحركت لأسباب تانية معروفة. على كل حال الموضوع المعني ده سيبحث في المؤتمر القومي الدستوري، والتلويح به الآن ليس إلا مجرد تصعيد يعلم صاحبه أنه لن يؤدي إلى نتيجة، لأنه أفرض في ناس عايزين يستجيبوا لهذا الكلام، من الذي سيستجيب لهذا الكلام الآن بدون ما يخلق مشاكل أكبر؟ ولذلك ما في معنى للمطالبة بشيء
ما لم لا يوجد من يستطيع أن يستجيب له الآن. سيدة الإمام، نتمنى الاستقرار والسلام للوطن. مشاهدينا، لازمنا نتواصل في لقاء خاص مع زعيم حزب الأمة الإمام السيد الصادق المهدي. فاصل ونواصل. مشاهدي قناة الشروق في كل مكان، لازلنا نتواصل عبر لقاء خاص مع زعيم حزب الأمة السيد الإمام الصادق المهدي. السيد صادق، مرحبا بك من جديد عبر قناة الشروق. أجرت قناة الشروق مع الجنرال مارك عقار لقاء تحدث فيه عن شخصك الكريم، وأشار إلى ضرورة التفاف شباب قوى إعلان الحرية والتقرير حول خبرتك الكبيرة. مشكور الأخ مالك عقار، لأنه أتذكر أنه وهو والي في ولاية النيل الأزرق زرناه، وكان هو بيمثل الحركة الشعبية شمال، وقال منعونا من أن نسمي أنفسنا حركة شعبية لأنه الاسم صار لحركة في دولة مستقلة أخرى. فقال أنا قلت لهم وروني حزب من الأحزاب الثانية غير حزب الأمة ما جاي اسمه من برا، فإذا كان الناس كلها كده ليه تمنعونا نحن من أنه يكون اسم؟ ده كلامه هو في خطبة قاله. على كل حال أنا بفتكر مشاعره طيبة. شايفة يا أستاذة، في الآن للأسف بعض الناس بيحاولوا يصنفوا القوى السياسية حتى من ناحية الثورة، وبيتكلموا كأنما في بدريين وطلقاء. أنا قلت كويس نقبل هذا، نعمل مقاييس للبدريين، مين الناس اللي بدوا النظام ده من البداية ضده، مين الناس اللي أخذوا مواقف ضده محددة، كم عدد الشهداء من هذه الجماعة، كم عدد السجناء، كم عدد الاتهامات والبلاغات ضد هؤلاء، كم عدد، يعني نخط مقاييس ونقول البدريون هم الذين يستجيبون لهذه المقاييس. في ناس للأسف عندهم يعني نزق وعدم إدراك، بيرفعوا شعارات في رأيي ما واقعية. على كل حال أنا برضو أشاطر الأستاذ الحبيب مالك هذا الكلام في أننا نحن عايزين تواصل أجيال، ما يبقى في تناقض بين الأجيال، تواصل أجيال، أجيال تدرك أن هناك حاجة لحكمة ولحماسة. الشباب يمثل الحماسة والآخرون يمثلون الحكمة. لا بد، زي ما واحد تفاخر بشبان يرون الموت فخرا وشيب في الحروب مجربين، لا بد من هذه الخلطة ما بين الحماسة والحكمة، غير كده هيؤدي الأمر. لينين وهو مؤسس الثورة البلشفية أو قائد الثورة البلشفية لما كان بيقود الثورة بيجوا في ناس بيزايدوا عليه ويطالبوا مطالبات يعني خارجة من الخط، هو سماها left wing communism infantile disorder، أن هذه المسألة هذا التطرف هو يعني زي هبل صبياني. أنا بعتقد أنه لا بد من ضبط المطالب، يكون في حماسة للشباب وهذه مشروعة ومطلوبة، ولكن تدرك هذه الحماسة أنها محتاجة أيضا للحكمة. لولا هذه الحكمة قام المجلس العسكري، بعض المتطرفين كانوا بيقولوا هذا امتداد لنظام البشير ويتعاملوا معه بهذه الطريقة، غلط. ما هو
أنجز واحدة من أهدافنا إبعاد البشير. نحن استطعنا أن نحتوي هذا الهبل. كذلك لما قامت المفاوضات مع المجلس العسكري برضو في بعض الناس كانوا بيتكلموا على أنه مدنية 100%. نحن ندرك أن هذه المسألة مستحيلة لأنه في توازن قوة، ولذلك ضغطنا في اتجاه توازن عشان نقبل مرحلة انتقالية فيها شراكة، وده كان ضروري. والآن للأسف نفس هذه الأصوات يعني تعمل على أنها تخلق مشاكل للفترة الانتقالية بشعارات لا تستطيع الفترة الانتقالية أن تستجيب لها، ولو حاولت تستجيب لها تعلم أن هناك ردود فعل مضادة. ولذلك أنا في رأيي نحن استطعنا نحتوي هذه المواقف أثناء المجلس العسكري أثناء الفترة الانتقالية الآن، وسنستمر نحتوي هذه الأشياء ونقول لهؤلاء الذين يرفعون شعارات خارج المنظومة الممكنة أنه نعم للحماس، لكن لا بد من التوازن مع الحكمة. قوى إعلاء الحرية والتقرير تنقصهم الخبرة؟ مش كلهم، يعني في عندنا بعضنا ما في شك، احنا عندنا بعضنا حقيقة متطرفين وبيرفعوا شعارات هدفها في رأيي مش خدمة الوطن، هدفها أن يصنعوا لأنفسهم شعبية. هم عارفين أنهم ما عندهم شعبية، ولذلك بيصنعوا الشعبية في رأيي وسط الشباب بالتطرف، وده غلط، لأنك أنت بقدر ما تكسب شعبية هنا بتخسر أنك فتحت الباب للمكافئين والرجعيين هؤلاء عشان يلقوا مبرر للمعارضة. عشان كده العاقل هو من يدرك أن هناك توازن قوى في مشكلة إسلامية علمانية موجودة في التركيبة الاجتماعية بتاعتنا، لازم نراعي هذا. إحنا لما نستفز أحد الأطراف الطرف الآخر سيستجيب بردود فعل مضادة. نحن نعتقد كلمة علمانية نفسها ما مناسبة، نقدر نتكلم عن المدنية، نتكلم عن العقلانية، نتكلم عن هذه المعاني، لأنه ناس ما فاهمين علمانية. يعني علمانية ما معناها بس سياسي، عندها معنى فلسفي، أنه لا مكان للغيب. الحياة فيها مكان للغيب، الحياة الروحية في مكان للغيب، فإنكار ما في محله. وكثير من مؤسسي الفكرة العلمانية بيتر بيرجر ويعني آخرين من قادة الفكر العلماني أدركوا هذا، أدركوا أن الفكرة العلمانية لتحافظ على الحرية والليبرالية يجب أن تفتح المجال لمن عندهم تطلعات دينية، فقط عليهم أن يحترموا المساواة في المواطنة. سيد الإمام، هل سرقت ثورة ديسمبر؟ لا، هي ما سرقت، أنا في رأيي في تشويه الآن، أنا في تشويه، وهذا التشويه نحن بنسعى عشان إزالته. لأنه مثلا نحن ما كنا مع المحاصصة، لأننا نعتقد الفترة دي كان حقه يديروها ناس خبراء ما عندهم دخل في حصة حزبية، والناس الحزبيين يمشوا يرمموا ويكونوا ويعمروا أحزابهم. لكن للأسف في ناس أصروا على محاصصة وحصلوا عليها بصورة في رأيي جابت ردود فعل ما إيجابية. على كل حال أنا لا أعتقد أن الثورة سرقت، الثورة حققت هدف الأول التعامل الإيجابي مع المجلس العسكري، هدف الثاني الشراكة العسكرية المدنية، وفي رأيي ستحقق هدف الثالث وهو الحكم المدني الديمقراطي المبني على التفويض الشعبي. أنا في رأيي هذا التسلسل سيحافظ عليه. أتمنى أن يحافظ عليه. سيد الإمام، السودان الآن أكثر من مسار عربي ومحور عربي، أين يقف حزب الأمة؟ موقفنا بوضوح، السودان ينبغي أن يتجنب المحورية،
وأن نرحب بكل أهلنا العرب أن يشاركوا معنا في مشروع سميناه مشروع مارشال لإنقاذ الاقتصاد السوداني. ده لمصلحة كل الأطراف، لأنه بنقول لهم أي نزعة للمحورية، أي نزعة للمحورية ستعطي شرعية للمحور الآخر، ونلقى نفسنا في الموقف الذي يحدث الآن في ليبيا. عشان كده العاقل هو من يرى ذلك. السودان أصلا على طول خطه في العلاقات الخارجية كان الحياد الإيجابي في هذه الصراعات، بمعنى أنه يحايد لكن ما يبعد من عمل الخير. يعني السودان قام بعمل خير كثير جدا في إنهاء الصراع الكبير ما بين الرئيسين المرحومين الملك فيصل والرئيس عبد الناصر، وكذلك الصراع الذي قام بين الفلسطينيين والأردنيين. ده دور السودان، نحن نقوم بحل المشاكل لا بالمشاركة في أطرافها. رأيي هذا مصلحة السودان. آخر تصريحات لوزير المالية عقب عودته من الخارج إن ديون السودان 2020 ستحل عبر الأصدقاء. يعني نحن أولا في الآتي، نادي باريس مكون من 55 دولة دائنة عندهم مشروع اسمه مشروع للهايلي انديتد بور كانتريز، الدول المديونة الفقيرة، إعفاء ديونها. ده مشروع، المشروع ده في رأيي متاح لنا، وبدون هذا المشروع في رأيي لا نستطيع أن نعالج مشاكلنا. لا بد من إعفاء هذا الدين لكي نتعامل مع المؤسسات الدولية. ثانيا، الاتحاد الأوروبي عنده دين، عنده مشروع دعم. السودان كان بيستحق في العشرين سنة الماضية دي 350 مليون دولار من هذا الدعم الأوروبي. هذا الدعم المتراكم مستحق للسودان حسب هذا الإجراء، ده ممكن أن يحصل عليه السودان. لكن حصول السودان عليه يتطلب أن يعترف أن يكون موقف السودان من المعاهدات الدولية موقف إيجابي. مثلا موضوع المحكمة الجنائية، نحن كان ينبغي، أصل السودان وقع على نظام روما اللي هو بموجب قامة المحكمة الجنائية الدولية. السودان ما صادق، نحن ينبغي أن نصادق. المصادقة لا تعني أنك أنت عندما تصادق تسلم البشير والمطلوبين، لا، لأنه المحكمة الجنائية عندها خيارين، تسلمهم أو تحاكمهم إذا كان القضاء عندك نزيه. فإذا التوقيع على نظام روما لا يعني تلقائيا أنك تسلم البشير، قرار تسليم البشير يأتي بعد أن يكون قد اتخذت القرار بالانضمام، وهذا ضروري لنطبع مع الأسرة الدولية. موضوع ثاني، موضوع سيداو، الناس عملوا كركبة كبيرة في موضوع سيداو ما لها معنى. احنا عملنا ورشة، هيئة شؤون الأنصار عملت ورشة في سنة 2004 وقلنا سيداو دي فيها 30 بند، الثلاثين بند دي ما في اعتراض من كل الدول الإسلامية إلا في 6. النظام بتاع المعاهدات الدولية حسب قرار دولي في عام 1969 الحق لا لأي جهة التحقت بمعاهدة دولية أن تبني تحفظات إذا كانت هذه الأشياء فيها أمور تتناقض مع قيمها. ولذلك لماذا هذه الكركبة الفارغة؟ من حق الدول، من حق الدول، ودول كثيرة عملت كده، انضمت ل يعني من الدول الإسلامية اللي انضمت، كلها انضم، أغلبها انضمت لسيداو بتحفظات.
في دولتين اللي هما جيبوتي وجزر القمر، ديل انضموا بدون تحفظ. على كل حال احنا بحثنا كل البنود، وهذه البنود الانضمام لسيداو صار ضرورة، لأنها هي الآن ما عادت خيارات، هي صارت قانون دولي. احنا نحن نقبل المبدأ اللي هي سيداو، يعني إزالة أسباب التمييز ضد المرأة، المبدأ مقبول. إذا كان في هذه المبادئ شيء نشعر بأنه متناقض مع قيمنا، نقدر نتحفظ بموجب الاتفاقات الدولية نفسها. فلماذا هذا العبط الذي نشاهده؟ سيداو كفر. واحد قال الرجل الذي يوافق على سيداو، لأنه سيداو ستجعل من الرجال السودانيين ديايس. يشوف الكلام الغريب القبيح ده، أنه إذا كان أنت وافقت على سيداو كرجل أنت ديوث. ده معقول؟ ده أنت رجل دين تقول كلام من هذا النوع؟ ده كلام فارغ. السيداو المبدأ فيها صحيح، إزالة أسباب، والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، خلقنا من نفس واحدة. ولذلك الكلام عن إزالة كل وجوه التمييز ضد المرأة ضروري ومقبول. إذا في من هذه البنود شيء نشعر بأنه متناقض مع قيمنا المبنية على وحي قطعي، ممكن التحفظ. وفي دول كثيرة إسلامية انضمت للاتفاقية وأبدت تحفظها في الأشياء التي رأتها. نحن في الورشة 2004 ناقشنا هذا الكلام كله وطلع به بيان من 2004. أنا بعتقد النقاش دلوقتي حننشر بصفة واسعة يعني وقائع توصيات هذه الورشة عشان يستريحوا الناس، بدل ما يناقشوا الموضوع بصورة زي دي. دي الآن صورة عاطفية. أنا متأكد الذين يتحدثون الآن أغلبهم بيفتكروا سيداو دي حاجة بيأكلوها. سيداو هم ذاته سيدنا الآن تيار عريض يعني أو كبير معارض لسيداو. أنا عارف كده بدون ما يقروا، أنا في رأيي بدون ما يقرأوها. ما في حاجات بتحصل آفة الأنباء أو الأخبار رواتها. سيداو ما فيها غير 30 بند، الثلاثين بند ما حصل تحفظ من كل الأزهر وغيرهم وغيرهم إلا في ستة، وفي الستة دي وارد إذا كنا عايزين نحن أن نتحفظ أن نتحفظ، لكن أن نتحدث عنها كلها كأنها جريمة وكأنها عدوان على الإسلام، في رأيي ده مؤكد خطأ كبير. بعدين المرأة السودانية والمرأة المسلمة كلها دلوقتي بدأ في وسط النساء إلحاد، ما دام الدين بيضطهدنا ما عايزينه. واضح الكلام ده، كتبنا كتب كثيرة جدا. ليه نحن نخلق لبناتنا فتنة بهذا النوع؟ لا، نحن نوافق على إزالة أسباب التمييز ضد المرأة. سيداو أي تحفظ وارد بموجب الاتفاق الدولي يمكن أن تبدي هذا التحفظ دون أن يكون هناك حاجة لموقف ضد الاتفاقية. سيد الإمام، ربنا يجنب نساءنا وبلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقفت عند الجنائية سيد الإمام، سيدة الرئيس سابقة البشيرة أو أي شخص، هل توافق أن يسلم إلى الجنائية؟ قلت لك الرئيس السابق ارتكب جرائم كبيرة، وأصل المحكمة الجنائية معدة لمحاكمة 4 جرائم: شن الحرب العدوانية، الإبادة الجماعية، العدوان على الإنسانية، وجرائم الحرب. ودي كلها ارتكبها. أنت ذكرت أيضا أن السودان لم يوقع على هذه الاتفاقية. لا، وقع لكن ما صادق. لازم يصادق بعد كده. لازم يصادق بعدين يقرر. القرار ما بي المحكمة ذاتها بتعتبر هي بتعتبر المحكمة هي
محاكمات مكملة للقضاء الداخلي، ولذلك هي توافق إذا في قضاء داخلي. بعدين في جرائم ارتكبها النظام السابق زيادة على الأربعة دول، مثلا جرائم السرقات، هم ما معنيين بهذه الجرائم والناس عايزين يحاكموا هذه الجرائم لأنه حصل نهب كبير جدا للأموال. ولذلك يمكن الناس يقولوا نحاكم هؤلاء محليا بدل تسليمهم، عشان المحكمة الجنائية ما عندها صلاحية لتحاكم غير الأربعة جرائم. على كل حال النقطة المهمة في الموضوع، الانضمام للمحكمة لا يعني التسليم تلقائيا، التسليم خطوة تالية سياسية، ولكن المهم المحكمة الانضمام لها ضروري للتطبيع مع الأسرة الدولية. الانضمام لها لا يعني تلقائيا تسليم المطلوبين، لأنه زي ما قلت المحكمة نفسها تسمح بمحاكمات محلية إن ضمن أن هناك قضاء نزيه. سيد الإمام، نائب المجلس سيادي الفريق أول محمد حمدان حميدتي يسعى بخطوات جادة في ملف السلام، هل تتوقع له النجاح؟ أنا في رأيي نعم، أنا أتوقع كل من يغني أنشودة السلام نرحب به، وفي رأيي أنشودة السلام معلومة. أنا حددت 23 بند هي أبيات أنشودة السلام، من يتناغم معها ويغنيها في رأيي نرحب به. نتمنى السلام والاستقرار. سيدة الإمام، في خاتمة لقاء خاص حريصة جدا أن أسأل أن توجه رشيدة لدكتور حمدوك في ظل هذا الوضع الاقتصادي المعقد. نحن كتبنا للحكومة حاجة سميناها المصفوفة، مصفوفة الخلاص الوطني. عملنا لجان درست كل القضايا وقدمت برنامج بعنوان مصفوفة الخلاص الوطني، فيه الروشتة المطلوبة في كل هذه الأشياء المتعلقة بالحكم، وهذه سلمت للحكومة وسلمت لحلفائنا في الحرية والتغيير. سيد الإمام، رسالة لشعب السودان عبر قناة الشروق الفضائية. شعب السوداني شعب معلم، وخاض حتى الآن 3 انتفاضات ناجحة، وهذه الانتفاضة الأخيرة في رأيي مرشحة أن تكون اجتياز نحو مرحلة تاريخية جديدة سيكون لها صدى في المنطقة كلها، في كل المنطقة. ولذلك أنا أعتقد الشعب السوداني سوف يكتسب إن شاء الله، سوف يكتسب لقب الشعب المعلم الذي استطاع أن يقدم للأمة كلها مخرجا ديمقراطيا عداليا فكريا صحيحا. عشان كده أنا بعتقد الشعب السوداني مؤهل عشان يجتاز هذه المرحلة. كل المطلوب أن يكون هناك حكمة توفق ما بين الحماسة والحكمة، وتحتوي صرخات المتطرفين، لأن المتطرفين للأسف سوف يخلقون ظروف مضادة ذخيرة لأعدائهم، وهذه من الحماقة. يعني الحماقة أنك تدي ذخيرة لأعدائك. سيدة الإمام، زعيم حزب الأمة صادق المهدي، أشكرك جزيلا، كنت ضيفا علينا عزيزا عبر لقاء خاص. مشاهدينا الكرام، كنا وكنتم في حضرة الإمام، إلى لقاء خاص آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله.